يعني ما في عنا عيد نحن هون لانه لو شايف الوضع، الوضع ما يعني صعب. البيوت، البيوت المسيحيه كلها مدمره وكنيستهم مدمره هنا. قال لي يعني السنه العيد عنا هو صعب، وهذا الشيء اللي عم تقول لي اياه بده وقت وبده بده مصاري لحتى يرجع يزبط من اول وجديد. كثير حسره انه هلا نحن ما لقينا ولا شجره، ما لقينا عيد بعربين. بنتمنى انه السنه الجايه نرجع مثل اول، شجر وزينه وعيد وصلوات وتراتيل مثل ما كنا من قبل. بس السنه يعني كانت شوي صعبه انه حدا يرجع يسكن، حدا يرجع يحط شجره ببيته.